شو هي الرسالة من إنه محامي أستاذ كلكم هون بتعرفوه أستاذ شكري، بتعرفوا قد إيه محترم وقد إيه مهذب، وهو يعني تلاميذ ملح انخلقوا، فيكم تتخيلوا شو أخلاقه وشو مناقبيته، الطريقة اللي الشدة اللي تم التعاطي فيها معه ما بعتقد مقبولة أو مسموحة، أو حدا لازم يسكت عن هيدا الوضع. مش بس عم بحكي على شكري، كل الأشخاص عم يجربوا يجوا يزوروا البرلمان، وكل عمره هذا البرلمان بينزار مثل ما قلنا، عم بيتم التدقيق معهم، أسئلة، والأكثرية ما عم بيخلوهم يدخلوا. مثل ما فهمت كمان موضوع العشاء اليوم، يمكن ما بدهم يحكوا من المناجات، أنا بدي أحكي بلسانهم معلي، كمان ما سمحوا بدخوله. فمظبوط هيك فهمت نجات، أنا ما كنت موجودة هون. فاللي عم بيصير بعتقد خطير جدا جدا. يعني شو المطلوب؟ هي اصلا الظروف اللي قاعدين فيها منا ظروف بنقعد فيها ولا شكل من الاشكال، ما عم يحكوا قاعدين. جربنا ندخل شيء للتدفئه، يعني يا لطيف ما بقول لك شو صار. طيب فوق كل هيدا ابسط حقوق النايب اليوم انه يجوا لعند الزوار، مسموح الزيارات لكل النواب الا نواب المعتصمين بالمجلس النيابي. فلا، في معاملة مش بس سيئة، معاملة في لي أكثر من معيار بالتعاطي مع النواب، وهذا مش مسموح طبعا. بس بدي أعلق على نقطة أخيرة حبيت هون إنه الكل يكون عارف، لأنه ضروري نحكي بهذا الموضوع. بس كمان بدي أقول، بدي رد على أندري، ما بعرف وين صار أندري. بلا انتظام أندري، أنا معك بموضوع الانتظام بالعمل السياسي، بلا تنظيم وبلا انتظام هيدي المعارضة ما بتقدر تروح لكثير بعيد. اللي عملوه اليوم النقيب ونجات تضحية كبيرة بنفسهم، يقعدوا هيدي القعدة. أنا بتمنى مع قعدتنا معهم نفكر أكثر وأكثر كيف بدنا نشتغل بطريقة منظمة، لأنه غير هيك أنت يا ليال بمال معارضة ومعصبة وديما بتطلع هل بتفش خلقها وبتضل ساكتة، وهي ما بتترك شيء بطنها يعني، بس انه هي وساكتة بتقول كل شيء. وزينا نفس الشيء، الكل معارض من ميلة من دون ما يكون في تشبيك حقيقي وانتظام بالعمل السياسي. هيدي المافيا ما حدا بيقدر لها، المافيا اللي مسيطرة على كل شيء، تملك كل شيء، تملك حتى الرواية اللي بتخبرها للناس. وللأسف يمكن هيدي القعدة وكل اللي عم بيصير اليوم أكثر وأكثر ممكن إنه يوجهنا باتجاه نعرف شو أهمية نشتغل مع بعض، نعمل تيم ورك. لبنانية بينجحوا كثير كأفراد، بس بالعمل الجماعي بالعمل بده شغل فريق، هون بعد بدنا شوية بعتقد. خلص خلينا، شكرا لكم جميعا. شكرا لك بولا.